السلام عليكم. Good afternoon. Hello everyone. أنا هبة الأمين, نار سنتر فور تكنولوجي ريسيرش, working with information and security for information and network security team at the NR Center for Technology Research. هحاول ليلة to mix Arabic and English because the audios most of them different language. هتكلم الليلة عن ال web security guidelines. في الحقيقة one of the responsibilities of the team in NR Center to work with the customer to do some assessment فيما يخص بالشبكة أو الويب سايت أو الويب سيرفيسز if they have any web services. So they need us, they ask us to do some of assessment. Today is صعب جدا إنه أغطي cover all الويب سايت سايبر سكيورتي أو الويب سايت سكيورتي في 20 دقيقة فقط, لكن حنعمل هايلايت على الموست كومن ميستيكس أو أغلب الحياة اللي لاحظناها أثناء ما بنعمل assessment لمجموعة من المؤسسات. طيب لما نراعي النتورك سكيورتي او نتكلم على النتورك سكيورتي في الابلكيشن نفسه او على مستوى الويب سيرفر ابلكيشنز بنراعي كم حاجه. بنراعي نتورك ستراكشرز, انه كيف النتورك ستراكشر, هاو ذا نتورك, هاو يور نتورك ستراكشر از كونكتد تو ايتش اذر, اند اكشلي از فيري امبورتنت بيكوز وي نيد تو نو وير ذا لوكيشن اوف ذا ويب سيرفر, اند وي نيد اولسو تو نو اف ذير از اني انترنال ثريت فروم يور نتورك. The second part that we also consider while we do the assessment is an operating system. نظام التشغيل. Whatever you use, Windows, Linux, كده اهو في زي نويز كده طيب. الحاجه الثانيه بنراعيها اثناء الاسسمنت هي الاوبريتنج سيستم نفسه. الويب سيرفر مستضاف في يا اوبريتنج سيستم سواء ويندوز او لينكس او فري بي اس دي وات ايفر ذا اوبريتنج سيستم, لازم برضه نراعي السكيورتي بتاعت الاوبريتنج سيستم نفسه. السكند الثيرد كومبوننت هو اليوز سيرفيسز. لما نيجي نستضيف اي ويب سيرفر او ويب سيستم في كبير الحياة بنستخدمها, يعني سواء كانت مثلا اباتشي ويب سيرفر, انت يوزين جافا, عايز تعمل ون للابلكيشن بتاعك اندر توم كات سيرفيسز, اولسو ويب سيرفيسز لايك اباتشي, فكل الحياة دي المفروض برضه نراعي السكيورتي اسسمنت ليها. الاخر واحد هو الويب ابلكيشن نفسه من ناحية بتاع الديزاين, من ناحية بتاع الستركشر على مستوى الويب سيرفر نفسه. هنحاول نمشي في كل واحد من دول سريع ونوريك جايد لاينز في اي واحد, سواء تيبس اند تريكس سريعه انه هاو تو سكيور اي واحده من الكومبوننت دي. طيب في الويب سيرفر الستركشرز موست اوف ذا كومن ميستيك ذات بيبل يوز وان سيرفر تو هوست اول ويب ابلكيشن اند داتا بيس توجذر. سو عندنا وان سيرفر دائما في اي مؤسسه او اغلب المؤسسات اللي شغالين هو دائما بيكون سيرفر واحد يتم استضافه الداتا بيس فيه والويب ابلكيشن فيه, ولو في اكثر من ويب ابلكيشن موجود فدي بتمثل ريسك, لانه في الحاله دي احنا ريكومندد انه يستحسن يكون دائما عندك ويب سيرفر لوحده والداتا بيس لوحدها. دي بتوفر كم حاجه, بتوفر شنو؟ بتوفر انه في سكيورتي if انه someone get hacked or web server get hacked, so the database is safe and your data is safe in this case because they are not in the post server. الحياة الثانية no single point of failure زي ما قلت, باعتبار انه لو كان في كم ويب ابلكيشن شغال وكلهم بيدوا من the same database, فلو واحد فيهم حصل فيه مشكلة الباقيين كلهم بيكونوا شغالين عادي جدا وبقية السيرفيس بتكون موجودة, فما بيكون عندك no single point of failure بتتوفر. الحياة الثالثة البرفورمانس. البرفورمانس نفسه لانه احيانا الداتابيز عايزه هاي هاردوير سبيسيفيكيشن وعايزه كونفيجريشن مختلفه, وبالذات لو كانت اكسسبل من ديفرنت ويب ابلكيشن, فالبرفورمانس مهم جدا. واحيانا برضه بتكون عايز تقيس الويب سيرفر برفورمانس لوحده والداتابيز لوحدها, فبالتالي لازم انه تعمل السيبريشن ده بيفيدك في القياس اور ذا ميجرمنت اوف برفورمانس. The fourth thing is scalability. So if you have one center database and you need many of web server to access this database, so it will be easier for you. And even if you feel that there is many of requests for the web server, so for example, by high availability, you can just increase the number of web server to solve the problem in this case. So this is four factors that we have to consider when we separate the web server from database server. This is the recommendations.
في ناس هتسأل وهتقول it's very costly to get different server for one of them. We don't need physical server. We just you can use a virtualization in this case to provide this scenario. Allocation. واحدة من أكبر المشاكل برضو موجودة. دائما في الشبكة يفضل أن يكون اللان اللي هم الامبلوي أو الستودنت أو الموظفين في المؤسسة أو لو عندك مجموعة معينة من الناس دائما بيكونوا موجودين في اللان اللي هي separate area. دائما الويب سيرفر يستحسن دائما يكون موجود في حتة far from your local server لأنه دي أجهزة بتاعت الموظفين. احنا كان عندنا example we met some scenario مشان الكاستمر وكان عندهم ويب سيرفر بيعمل مانجن لمانيفاكشر في زي مانيفاكشر بروسيس وفي ويب سيرفر مانجن ليها فهم عايزين يعملوا سبورت او عندهم سبورت مع شركه بره فكل الويب سيرفر اللي بيعمل مانجن للمانيفاكشر ديفايس از لوكيتد ان ذا لاند سو زي جاست جيت ذا بابليك اكسس فور ذيس ويب سيرفر اند اكشلي وي فاوند ذات ذيس بابليك اكسس فور ذا لاند سو ذيس مين ان اول امبلوي ديفايسز از نوت سكيور ان ذا لاند. So this is one of the scenarios that they are breaking the security in this case. But it's recommended to separate them. Try to separate them in different DMZ or different LAN. To add more security, we also recommended that to separate also the database. A database ممكن تكون موجودة في separate zone وتكون hiding from any one of them. So just only the web application can get access with minimum privilege in this case. واحدة من biggest mistakes برضو بنلاحظها إنه بيكون دايما في سيرفر بيكون الناس عندها ويب ابلكيشن وعايزة تعمل launching للويب ابلكيشنز فيبدوا يجربوا في نفس السيرفر أي حاجة لحد ما الموضوع كله يظبط functionality ويتأكد إنه كل حاجة موجودة وبعد كده بيقرروا إن هم يطلعوا السيرفر أو يدوا access من public. في كذا ده الناس دايما بتخاف تفريد إن هي تغير السيرفر أو إن هي تشيل حياتها اللي اشتغلت في سيرفر تاني لأنه بيقول لك دايما لحظة اللانشنج في حاجات كتير ما بتشتغل. فبنلاقي المشكلة وين؟ إنه الناس بتطلع بنفس التست سيرفر أوفر الإنترنت. بنلاقي كمية من الحاجات، تلاقي في تست بيجز، في كمية من الإسكليشن والبريفليج، في إنفورميشن موجودة that shouldn't be displayed for anyone. فدايما ريكومند إنه يكون في ويب سيرفر منفصل فور التستينج، وي كول ذا تستينج سيرفر أو ستيج سيرفر. أعمل فيه كل التست. Do the upgrade, or update for operating system or an installed version you use. There will be new design. لو انت هتنقل السيستم من version 1 لversion 2. So try it here in this testing server. عمل security assessment. اتأكد من compatibility لانه احيانا بنغير حاجة في الديزاين وما بتشتغل بسبب انه يكون في موديول ناقص في operating system او في upgrade حصل فبالتالي ما بتشتغل. الهاردنينج لو في هاردنينج هنتكلم عنه قدام بسمينا اوف ذا هاردنينج اند فانكشناليتي تيست. اول ما الواحد يتاكد انه 100% اول ذيس كريتيريا مت في الستيج اوف تيستنج سيرفرز بعد كده ابلاي تشينج في البرودكشن سيرفر ف ميك شور تو كيب ذيم سيبريت. لوك سيرفر من المهم وجود لوك سيرفر في الشبكه. ليه؟ اللي بيحصل كالآتي إنه if someone هاك الويب سيرفر وحاول إنه هو manipulate anything data سواء كانت data أو كانت information أو أي حاجة they will try to hide everything they do. هيعمل شنو؟ هيمسك اللوكس بسهولة من الويب سيرفر وإن أنت في اللحظة دي to investigate إنه حصل شنو على الويب سيرفر ما هتلاقي حاجة توري إنه شنو الحاجة اللي حصلت في الويب سيرفر في اللحظة الفاتت. فدايما recommended إنه يكون عندنا لوك سيرفر separate برضه وانه الويب سيرفر والداتا بيس سيرفر ترسل كل اللوكس ترسل كل اللوكس وكل الايفنت للوك سيرفر. ان كيس حصل اي اكسيدنت سو يو هاف ذا يو نو ايفيدنت تو انفستيجيت ناو. So this is the recommendations of what I say, keep locked an event away because hacker did it lock. يستحسن برضو من ناحية تانية اللوك سيرفر لما يكون separate و centralized فبيساعد جدا على العملية بتاعت الادمنستريشن لانه بالتالي لو في ادمنستريتور هو هيكون عنده 1 ديفايس بيفتحه وبالتالي بيتابع بينه كل الاذر سيرفيس الموجوده في الدي ام سي سواء او في اللان او في غيره. التايب اوف لوجز ريكومندد في حاله ان انت يكون عندك ويب سيرفر او ويب سيرفر وعايز تستضيفه وعايز تعرف النوع بتاع اللوجز
بنستحسن دايما انه يكون في السيستم ستاتس كلها، كل اللوكس بتاعت السيستم ستاتس شود بي ان هي يحصل لها مونيتور، اللي هي زي الميموري يوزج والهارد ديسك والسي بي يو. لازم تتاكد ان انت بتعمل مانجنج لكل حاجه، لانه ممكن تديك ديسك فاير، ممكن يحصل ديسك فاير، ممكن الميموري يحصل لها فول ميموري يوتيلايزيشن، السي بي يو يوتيلايزيشن بتاعه عالي جدا، فالناس بتشتكي انه الويب سيرفر از فيري سلو، فمعناها ان في حاجه مو مظبوطه بتحصل. فانت كل ما يكون عندك اللوكس دي فانت بتساعد نفسك انت تو انفستيجيت وانهانس السيرفر. ايضا السيستم لوكس، كل الحياة اللي انت سواء كانت الاباتشي الطبقات الماي اس كيل الكيرنل وتفر الحياة اللي انت مستخدمها كلها عندها لوكس بتتكتب باي ديفولت في السيرفر. فكل اللوكس دي حاول انت دايما تحفظها وتبعدها من السيرفر الويب سيرفر او الداتابيس سيرفر. اكزامبل اوف لوك احنا بنستخدمها كتير جدا، بنستخدم على مستوى لينكس، اغلب شغلنا بيكون لينكس. في كميه من الحياة في سيستم لوكس دي اصلا بيجي باي ديفولت مع لينكس سيستم. في Elastic Search now is this good، هي بترسلها كل اللوكس وهي انجن فيري جود في السيرشين، وان هي تفتش على بكيلوب معينه بتساعد في الشغل بتاع المانجمنت للاكسيدنت والحاجات زي دي. في زابكس برضه اوبس اوبن سورس، في ناريوس، في ار تي جيز بس اتس جاست از ويندوز بيز اور سلايسز وان بي ار تي جي، بس اول اوف ذيم يو ويل فايند انذر وان. سو جاست ذيس از اكزامبل فور ذيم. سكيورتي بارامترز، لحد الان احنا بنتكلم على الستركشرز. لازم في المؤسسه لما يكون عندك نتورك ستركشر يستحسن دايما يكون في واحد من السكيورتي بارامترز از توب اوف ذيم. وفي الحاله دي في ناس كتير بتستخدم الفاير وول، كلنا بنسمع بالفاير وول. الفاير وول هو ديفايس فعلا بيتخطى ان ذا بوردر اوف ذا نتورك to defend the network from the internal external attacks. The common mistakes اللي لاحظناها انه في ناس كتير بتقول انه I protect my web server using firewall. Actually this is right but it's not that right. الفايروول ما حد بيكتشف فعلا هو في الناحيه بتاعت البورت فلترنج is very good. So you can block any traffic من outside the internet. مثلا لو عندنا ويب سيرفر فممكن نقول انه بس بورت 80 او 443 مين. المشكله وين؟ انه الويب سيرفر بس بيشتغل على اللايرز دي. احنا في الحاله دي ما محتاجين فاير وول عادي بس بورت بوكيت، احنا محتاجين مور ذان ذس، محتاجين لاير 7، محتاجين نطلع على مستوى نشوف حتى الباكيت اللي تم ارسالها للويب سيرفر هي نوعها شنو؟ يعني هي مالشيس او سيف وول. ففي الحاله دي دايما بنستخدم ابيانس اكزامين الابلكيشن نفسه، وهي بيطلق عليها اسم الفايل ثريد مانجمنت سيستم، اللي هي بتكون وان سيستم او ابيانس فيه اي بي اس سيستم، اي دي اس، انتي سبام، انتي فايروس، اول اوف ذيم لوكيتد توجذر ان وان ابيانس. ودايما بيتخطى وبالتالي بيكون كده تابعنا الاثنين، تابعنا النتورك وبرضه ديفنس من حتى الاتاكس اللي بيجي ثرو الاوت بورد اللي هو بورد 80 او 443. نمشي للبارت الثاني او الكومبوننت الثاني اللي هو الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم دايما بغض النظر هنتكلم انا ماني برضه مركز على لينكس اكثر، نحن بنستخدم لينكس اوبريتنج سيستم اكثر. الهاردنينج بيطلق حاجه اسمها هاردنينج دايما اثناء ما بنعمل في السكيورتي. هاردنينج انه بيكون لما انت تنزل الحاجه باي ديفولت بيكون فيها كميه من السكيورتي هولز والفيرنبيلتيز انسايد الباكجز او اوبريتنج سيستم ذات بين ستور. فانت تراي تو افويد ذيم بتشتغل الشغل بتاع هاردنينج، سو مين كلوز اول ذيس فيرنبيلتي تو ميتيجيت الريسك الموجود عندك في الشبكه. فده المصطلح اللي اسمه هاردنينج بيستخدمه اغلب الناس في مجال السكيورتي. الهاردنينج خطواته هي شنو؟ What's the steps of hardening؟ Hardening remove unnecessary program and packages. في ناس كتير بتنزل الحياة بالديفولت انستليشن، وبالتالي تدد الإمكانية تنزل كمية من الحياة أنت حتى ما محتاجة في الشغل. ما محتاجة أصلاً لا ويب سيرفر لا غيره، هي حياة بتنزل باي ديفولت وهي عبارة عن best practice. الناس اللي عاملة ديزاين للباكجز أو الأوبريتنج سيستم، they think that you may use it، but actually you don't use it. فما في داعي انهم يكونوا موجودين بيكوز هتكون في الحاله دي هي از ريسك بالنسبه لك. يعني انا ما عندها معنى انزل باكجز سو اي ديدنت نيد ذيس باكجز تو بي ذير. سو اف ذيس باكجز هاف اني فيرنبيلتيز سو اني ون كان يوز ذيس فيرنبيلتيز اند اتاك الويب سيرفر. سو تراي تو افويد نوت يوز بروجرامز اور باكجز ذات يو دونت نيد. انستول ذا باتش واحدة من المشاكل، يعني لحد الآن بنمشي we went to most of the customers and most of them they do not apply any patches in their network or in their systems. الباتشز مهمة جدا لأنه الباتشز مين إنه بتكون في security patch جديدة، في vulnerabilities حصل لها flaws، فلازم الناس to keep touch with this kind of stuff لأنه تكون safe. This is funny, just funny pictures about WannaCry, the last ransom. كان هو في ويندوز. So he just because some people that a lot install the patch and they hard by WannaCry. It's just funny pictures.
restrict the access to the server. احيانا برضو حتى السيرفر even لو السيرفر موجود في اللان او موجود في الدي ام زي restrict the access. ما في داعي مثلا ما محتاجين اكثر we don't need more than 480 and 443 في السيرفر. You can apply this and apply host-based firewall. In this case, Linux, I don't know IP tables. IP tables is good in this case. You just write one line or two line and you can protect your other ports. I just allow only port 8443. Password. Common mistake, برضو. Password is very weak. Most of the people. بالنسبة كمان لمنول السوبر يوزر اللي هو الروت يوزر. فتراي ان تاخد باسورد فيري سترونج لل في كميه من الباسورد بوليسي موجوده في الانترنت اللي هي الايت كاركترز كابيتال وسمول يو هاف تو يوز ساين ليترز نمبرز في كميه من البوليسيز الموجوده للباسورد فتراي ان انت تيوز ون اوف ذيم سبيشالي فور السوبر يوزر. المشكله الثانيه برضه الادمنستريشن دونت يوز روت از ادمنستريشن. Make another. Keep a root very, very safe and secure with only one person for responsible ways. يعني خلي accountability تكون عند one person. هو المسؤول من السيستم والوحيد اللي عنده الروت. أي شخص تاني عايز يستخدم السيستم create user وادوه صلاحيات تكون مثلا ما قريبة ما كل صلاحيات الروت لكن هي الصلاحيات اللي هو بيحتاجها عشان يقدر إن هو to handle مع السيستم. لكن حاولوا to avoid use root أثناء administration أو give a root for anyone. Just the system administrator only they should have the root password. A secure remote connection. كثير من الناس بتستخدم ال SSH على ان هي تصل للسيرفرز حقتها لو في ناس familiar مع ال SSH او الروت administrations. فواحدة من الحياة برضه ان انت بتخش السيستم SSH user root فدي فيها مشكلة لانه انت في الروت انت فاتح remote administration. Using a root is very difficult because anyone else gets a root password who can access the system and control your system. فريكومند انه يكون الروت لوجن ما يكون مفتوح، disable الروت لوجن ويوز another user. Make another user زي ما قلنا وخلي اليوزر ده هو يكون عنده الصلاحيات المعينة حتى لو دخل سو SSH عنده صلاحيات معينة يتحرك فيها داخل السيرفر. Change the fault port. It يعني هي is not that secure, but it's preferred because you know في كمية من الناس أو في كمية من الهاكر الموجودين في الإنترنت بيحاولوا فقط running tools هي بتكون عبارة عن scripts أو tool running will try to hack you in port 22. فأحيانا أنت ممكن تتخلص من الأوتوميشن tool دي بإن أنت غيرت البورت لكن still I can know what's happening in that port. So it's not that security, but it can avoid the automation tool that running on the internet just targeting port 22. Set again a strong password as we say if you prefer a password. أو في حالة تانية في ال SSH هي public key authentication. This is good. يعني أنت تكون عندك ال public key تحط ال public key create public key put ال public key on the server. So the only people that have this public key can access the web server. فدي جيدة اللي بتريحك برضه من الحتة بتاعت إنه ما بيكون في attacks على مستوى الباسورد والبروت فورس attack guessing النوع ده من الأتاكس كلها بيحصل لها eliminate if you use a public public key authentication. في بارامتر في الاس اس اتش خطر جدا لو الناس تنتبه له بيكون مكتوب فيه بيرمت انت باسورد. لو في ناس عملت له يس معناها لو الزول فقط كتب اس اس اتش والادرس هيخش مباشره فتراي تو كيب ات نوم يعني انتبهوا له انه يكون هو باي ديفولت سيند ان هو يس ما تعملوا تشينج الورنينج بانر. الورنينج بانر امبورتنت لان انت لما تخش السيرفر سواء انت او شخص اخر دخل السيرفر لازم تظهر له بس التحذيريه ان هو دخل السيرفر. فالورنينج مهمه يعني بيقول لك ان اوثرايز اكسس فور ذا سيستم all the record that you do is being catches you are in the monitor لانه مهم جدا دي بعدين بتساعد في اللو لو في ناس مثلا اشتكت انه في هاكر معين دخل السيستم وهم ديسكفر الهاكر ديه فدي بتساعد لان الهاكر بعدين يقول لك انا جيت حاجه تحذيريه فالحاله التحذيريه دي مهمه جدا بالذات في الشغل القانوني يعني انه انت دخلت السيستم وانت يو نو ان انت بتعمل في حاجه الليجل في الحاله دي. الكومبوننت الثالث اليوز سيرفيسز. اليوز سيرفيسز اي مين باي اليوز سيرفيسز انجن اكس التومكات الاباتشي دي كلها عباره عن ويب سيرفيسز موست كومن ويب سيرفيس يوز في الماي اس كيو ال بتستخدم الداتا بيز في ناس بتستخدم جافا في الويب ابلكيشن فاير وول في ناس برضه بتستخدم البي اتش بي كل ده المفروض يحصل لهم برضه في جايد لاينز معينه برضه عشان تو كيب ذا كيور سكيور ذا سيم الليتست والستيبل باتش لانه الباتشز يا جماعه دايما بتكون في فيرنبيلتيز بتكون موجوده في باتش
حتى لو انت عندك اي ورك اراوند سوليوشن ما هتقدر تتخلص منه الا ان انت تعمل ابجريد للباتش الجديد. فدايما بخلي الناس كيب اب تو ديت مع الفيرجنز. ابلاي هاردنينج برضه ذا سيم هاردنينج ان احنا نقفل الكوز فيرنبيتي. ابلاي هاردنينج في برضه كميه من الستبس. اي واحد من السيرفيس عنده تشيك ليست او عنده جايد لاينز في الانترنت اباوت الهاردنينج، بس احنا هنا هنمشي جو ثرو بس الستبس العامه. في هايد يوز فيرجن. الهايد يوز فيرجن مهمه لانه لما تنزل فيرنبيتيز بتكون هي تارجتد فيرجن معينه. فبالتالي لو زول لو في هاكر هو قاصد انه هو تو هاك يور ويب سيرفر، هو ذا فيرست ستيب هي ويل سكان to know what your web server used, what is the open port, what is the versioning that you use to host in the web server. هيبدأ يستخدم الحاجة دي. فلو هو عرف ال version اللي أنت مستخدمه مباشرة he can search for vulnerabilities اللي موجودة في ال version ده ويحاول إن هو يطبقها عليك. فحتى لو أنت مستخدم أي version try to hide بتخلي الموضوع شوية difficult عليه. هو بس لو كان هو عايز to harm you he will harm you، but خلي الموضوع شوية صعب بالنسبة للذات النيو هاكرز والناس الموجودة في الإنترنت فقط for playing يعني. change the default configuration and parameters. أي سيرفيس بتنزل برضه زي ما قلنا بتنزل ب default configuration default configuration sorry و parameters احنا ممكن ما نكون محتاجينها هي نفسها، فبالتالي حاولوا يعني الناس تحاول دائما تغير فيها لان هي بتكون دائما ما هي السيرف يعني بتكون مناسبه للناس ومو مناسبه للناس ثانيه على حسب الامباكت على الويب سيرفر بتاعه. delete all the test page وفايل وتست بيس كل الحاجات اللي بتخليها تظهر. change the file and user permission ودي مهمه جدا لانه في الاخر اي سيرفيس بتشتغل بتشتغل ب اظن فيها permission يعني الكومن ميستيكس اللي بنلاقيها ان يوز السيرفيس اغلبيه السيرفيس بتشتغل run بالروت. يعني زي بينزل الداتا بيز بيخلي انه الويب سيرفر يصل للداتا بيز يوزنج الروت اكسس، ودي مشكله كبيره جديد. ما محتاج انت كل صلاحيات الروت تران الويب سيرفيس. فالريكومنديشن انه set permission for user to access the files و even for a web application. لو عندك web application اعمل user create user with specific permission for a specific database. وفي الحاله دي كنا بنستخدم كوماند اللي هو grant for example الناس الفاميليار بالماي اس كي ال اللي هي جراند بريفليج معينه اللي مثلا انسيرت ديت ابديت على الداتا بيز معينه، ما كل الداتا بيز لانه الداتا بيز ممكن يكون فيها فقط الداتا بيز بتاعت الويب سيرفر، ممكن تكون الداتا بيز بتاعت الويب سيرفر واذر سيرفيسز. فالويب سيرفر ما محتاج بقيه الداتا بيز، هو محتاج اونلي ذا وان داتا بيز يو نيد تو ديل ويز. واحده من برضه اليوزر اتش تي بي اس بروتوكول يستحسن يستخدم الويب سيرفر لانه تخلي الانكريبتد بين الويب الكلاينت لما يتكلم مع الويب سيرفر هيتكلموا ثرو انكريبتد شانل وده البروتوكول بتاع اتش تي بي سي اتش تي بي اس. I will not go and talk about this because the next session I think it will be about all it's all about the SSL and how to use SSL and how to provide security in SSL and implement security in SSL protocol. بس الكومن جايدلاين او الموست كومن جايدلاينز ديسيبل الويك سايفرز. الويك سايفرز مين انه احنا الكيز اللي بنستخدمها او الالجوريزم اثناء الناس الفاميليار مع الانكربشنز بدل ما يكون في كيز معين تو انكربت السيشنز بين الويب سيرفر بين اليوزر وبين الويب سيرفر. فدي برضو عندها استخدم سترونج سايفر. في سايفر ويك في سايفر رونج لازم تقرا عن السايفرز وتعرف يا نوع من السايفرز انت يو شود يوز. في مثلا برضه سيبل فيرجن مثلا زي اوبن اس اس ال في كميه من الفيرجن فيها كانت فيرنبل اللي هي برضه ظهرت 2016 تو 2016 ذيز هارب ليد اند بوتين اتاك ظهرت على مستوى العالم كله لانه حصل ديكريبت للكونكشنز الناس بقت تقدر لو في مان ان ذا ميدل اتاكس وهو شايف الكونكشن بينك وبين السيرفر هي كان اكستراكت ديكريبت الداتا فظهرت كميه من المشاكل كان سبب الفيرجن اعتقد اوبن اس اس ال فيرجن I think 101E I think كان vulnerable أو 101 ما قبل ال 101G كان كله vulnerable للهارد بليد. والكود الأتاك برضه ظهر لأنه هو مشكلة في البروتوكول بتاع الـ SSL3 نفسه. فكانت الناس كلها بتقول افويد الحاجات دي واستخدم البروتوكول النكست بروتوكول اللي هو TLS للشغل بتاع الـ HTTPS. Use Let's Encrypt. Let's Encrypt هي عبارة عن
organizations that are موجودة في الإنترنت بتسمح لك إن أنت to create trusted certificate. فإحنا هنا ما محتاجين، إحنا نفتح البراوزر ويجينا المسج بتاع this certificate is untrusted وكده. فأنت بتكون عايز الناس يستخدموا الويب سيرفر بتاعك من غير ما يتخوفوا، يعني تفتح وتجيهم الوارمين. ممكن يكون هو الويب سيرفر، بس إحنا مشكلتنا إنه لسه مع إنه public key infrastructure حصل لها publish في السودان، لكن you can use a Lotus script. And actually Lotus script I know Lotus script Lotus linker I know it last year from SDNOX 3. There's a session there, I think by Philip and Sarah. They talk about the Lotus script and how to use it. And they also just implemented online level and live, and they present a live demo about how to install it and how to use it and how to make it automation. So just go to website lotusscript.org to get this information from there. It's easy to. الكومبوننت التالت اللي هو الويب ابلكيشن نفسه. احيانا احنا لما نكون بروجرامرز او احنا ديفلوبر عشان نعرف بالضبط اللي بيحصل شو، بس الكومن ميستيكس اللي كانت بتلاقينا انه حاليا اصبح في الديفلوبمنت في كميه من الحاجات بقت فيري ايزي فور ديفلوبمنت. يعني مثلا ما محتاج انت مثلا تكتب سي اس اس فايل، ذن يو ترايت سي اس اس فايل فونت فور اكزامبل جافا سكريبت. بيحصل ان انت ممكن تو كرييت ويب سايت اور ويب سيستم and get this CSS file or JavaScript file from other server or other side from the internet for example. في الحالات دي لازم to make sure ان انت بتجيبها من حتة trusted website، لان انت بتجيبها تدخلها في اي تاني انت insert you insert something inside your web server. فتأكد ان انت بتدخل حاجة secure في الويب سايت بتاعك. المشكلة برضه اللي لقيناها كمان هي بتأثر على performance. يعني if you look to this one ده كان واحد من اليوزرز بيشتكي انه الويب سايت از فيري سلو. لما عملنا الانفستيجيشن لقينا انه في الديزاين 90% يعني اغلب الديزاين بريك سي اس اس فايل وفونت وجافا سكريبت فروم ذا انترنت، فخلت انه البرفورمانس يكون فيري ويك. فاصبح انه فقط مثلا ده فور اكزامبل انه عشان يجيب فونت سايز او سي اس اس فايل واخد هنا اولموست 2 سكند. فانت مالتبلاي مثلا 2 سكند باي النمبر اوف السكريبتس او الفايلز اللي انت عايز تجيبها من الانترنت. فممكن تلاقي جدا ان الويب سايت ممكن يتلوث في 2 مينتس فور اكزامبل او 3 مينتس، ودي حاجه نوت اكسبتد. فلازم الناس تراجع الكود، ولو حاول زول يخلي السي اس اس فايل او الجافا سكريبت سايت انسايد الويب سيرفر هتكون احسن، هتعدل كتير من البرفورمانس وهتضيف سكيورتي للديزاين بتاع الويب ابلكيشن. الفورم فاليديشن والفايل ابلودز، كتير من الويب سايتس عندها في الريجستريشن فور اكزامبل ابلود سيرتيفيكيت او ابلود مثلا فور اكزامبل يو نيد تو ابلود سيرتيفيكيت، يو نيد تو ابلود انفورميشن، يو نيد تو ابلود سي في فور اكزامبل فور اتش ار ريسورس اور سمثينج لايك ذات. فالحاجات الزي دي بتكون خطره جدا، ان انت لازم تنتبه وات يو ابلود تو يور سيرفر. فلازم نراعي انه لانه ممكن الزول يعمل مالشيس كود اور سكريبت يحصل له انسيرتد ثرو الفورمز دي. يعني انت الويب سايت بتقول سكيور واي حاجه، لكن ممكن اي زول يرفع it can be PDF file لكن it's not real PDF file and it can be image but it's not you know ordinary image. So it's image with malicious code or it's PDF and inside PDF there is some script code. So when it's uploaded to your server it will start for example and control all your web server. So try to you know how to design to avoid this one and make sorry. حاول بقدر الامكان انه تعمل تيست وات يو ابلود فور يور ويب سيرفر في الداتا بيس. الفاليديشن لازم برضه يحصل من البوست سايد، من الجافا سكريبت سايد ومن السيرفر سايد. لان لو انا خليتها على مستوى الجافا سكريبت سايد خليتها على مستوى البراوزر اي كان باي باس ات. انا كان ممكن انستول بروكسي اوكي وان مينيت بس انا ممكن انستول بروكسي واتابع الترافيك فاخذ الترافيك. انا ممكن اكون مان ان ذا ميدل اتاك لو خليتها ويب سايد. اف ذا فاليديشن از ويب براوزر سايد so anyone in the middle man in the middle attack can take the traffic manipulate the traffic بعدين insert في السيرفر. فبالتالي ما حنكون حققنا حاجه. يعني في النهايه انت متوقع ان الويب سيرفر هيعملها لك سواء كان جافا سكريبت سايت، فاي كان ديسيبل الجافا سكريبت سايت اند باي باس وباص حاجه للويب سيرفر حقك. فبالتالي فاليديشن المفروض يكون تو، يعني في فاليديشن حتى على مستوى الديزاين وعلى مستوى السيرفر البراوزر سايت. الادمنستريشن بيج please don't use admin admin. Most of users that use admin admin for administration page. Administration page هي صفحة. Administration page
هي صفحات بيكون بيدخل بها الادمنستريتور عشان يعمل تعديل في الديزاين وتعديل في كده، فبتكون مفتوحه هاف بابليك اكسس واليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن فيري ويل. فا اتس ايزي تو هاك ذيس كايند اوف ستاف. ريستريكت الاريا دي الويب سايت، يعني مثلا لو انت عارف انه الويب سايت فور اكزامبل الادمنستريتور هو شخص امبلوي موجود في اللاب او موجود معاك في المؤسسه، ريستريكت فقط الاريا بتاعت الادمنستريشن فروم ذيس اي بي ادرس. فكده بتكون ضمنت انه هو الاريا دي اكسسبل اونلي فور ذا بيرسون ذات هو responsible to provide notification in web server. Local, for example, local web server after some لو فاتحها في الانترنت ففي ناس كتير هتحاول تعمل بروت فورس اتاك، فتراي ان انت تعمل policy to local user مثلا دخل اكتر من اربع مرات بلوك بعدين رجع اليوزر. Use second factor authentication if it's available. Now في كمية من الحاجات ممكن تربطه بSMS والSMS ترسل للadministration so you can provide username and for example verification code to عشان تخش للadministration بيت. The last recommendation, the last slide بيتكلم عن apply assessment. Most of the people they don't apply assessment. يعني مثلا عمل assessment after 3 months, for example after 3 years they come again for assessment. 3 years is very long time to do not change something in your web server. فتراي انه تعمل الاسسمنت سكيورتي اسسمنت في كل الحالات دي. When you design the change, add modules, feature, when you do upgrade, when you restore security patches, when you change the network structure, when you define access control في network. بعد كل حاجه من التعديلات دي لازم تخش سايكل بتاعت سكيورتي اسسمنت. الاسسمنت ميثود مثلا هنا هنوريكم شغلنا. الاسسمنت ميثود ده بيستخدمه في كميه من الطرق عشان تعمل الاسسمنت ميثود. ممكن تستخدم في اسسمنت تول لكن المفروض تكون فاهم كويس انت هتقدر تتعامل معاه كيف او فاهم النوع بتاع الاتاكس والبرنامج اللي انت عايز تبروفايد. في كميه في كالي تولز موست اوف ذا هاكر يوز الكالي تولز ناو، زمان كان اسمها الباك تراب هسه حد لازم اسمها الكالي تولز. في الاكيوريتكس مثلا فور اكزامبل ده سبيسيفايد فور ويب ابلكيشنز هو لايسنس. في ميسوس ده مسؤول من الشبكه والنتورك والاوبريتنج سيستم بيديك انفورميشن كويسه. دي اكزامبل اليوم في كميه من التولز الثانيه. الحاجه اللي برضه تشيك ليست، تشيك ليست مهمه حاليا. احنا لما نعمل اسسمنت بيكون عندنا تشيك ليست كامله، مثلا في اوبريتنج سيستم تشيك ليست، ففي كميه من السكيورتيز اسبيكتس بنجهزها في تشيك ليست وبنحاول نشوف ان انت اف يو ميت ذيس تشيك ليست اور نوت. فدي برضه واحده من الطرق بتاع الاسسمنت في الشبكه. في المانيوال تشيك ده في حالات كتيرة جدا لما انت تكون عايز تو بروفايد انه السيستم ده فعلا فيرنبل، ففي الحالة انت مش تعمل بنتريت، في الحالة انت يو نيد تو بنتريت السيستم اتسلف، فبتستخدم مانيوال تشيك عشان تتأكد فعلا انه هل في الفيرابيلتيز موجودة ولا لا. وفي العادة وي ميكس اسريت توجذر، يعني لما نشتغل بنشتغل بالداتا طرق سوا. كاتيجوري اسسمنت ريزلت افتر ما تخلص وبعد ما عرفت انه افتر يو فينيش اسسمنت هتطلع عندك كمية من الفيرابيلتيز وكمية من الريسك. طيب هتبدا منه الاولويه هتبدا كيف؟ How do you will start close these vulnerabilities؟ فالصح ان انت تو categorize ال vulnerabilities ذات يومين. حاول خلي ال vulnerabilities والامباكت، تشوف الامباكت بتاع ال vulnerability ده لاعتماد هي ممكن to harm ال web server او to harm ال reputation for example of your company بتاعتك. فانت حاول قدر الامكان عارف الامباكت حقه عالي. Start with the critical or high level. فانت هتقسمه هتقول انه دي فيري كريتيكال، ذيس از هاي، ذيس از لو، اي كان بروفايد ذا نيكست فيرجن فور اكزامبل. سو يو هاف تو كاتيجورايز ذيم اند ذن ستارت كلوز اول اوف ذيم اند ستارت ذا هارد بروسس او ستارت ميتيجيت الريسك. فغالبا دي هي الكومبوننت كلها، وده بس جاست ريفيو سريع او هنت عن الشغل اللي بنشتغله. 30 مينيت از ليس تايم تو توك اول اباوت ذيس، بس اتس موست كومون ميستيك ذات وي نوتس وين وي ابلاي سكيورتي اسسمنت فور ذا كومبانيز. So I'm now ready for the question. في أي استفسار؟ لا تاخذ بذات. في
هم دائما يعتمدوا على الشبكات السكيورتي بتاعتهم. شراكة. يعني دي مالتيفاير على السكيورتي سيستمز والسيرفيسز بتاعتهم. على انه وجود مالتيفاير اكيد لا حد يزور بتاع الانترنت حد يجي ما يقدر يشوف الكلام ده. بالظبط. فتكون عندهم الحاجه الثانيه اللي هو يعني ممكن يسموه سكيور كود اللي هو بتاع السكيور كود بتاع السكيور كود. انا فعلا بايدك في الحته دي لان احنا هسه كتيم كسكيورتي تيم فعلا احيانا بتقابلنا المشاكل دي انه يا جماعه السكيورتي هو ما فقط الشخص معين واحد هيوفرها فزي ما شفنا في كل الكومبوننتس دي لازم تكون داخله انت لما تيجي فما مجرد ان انت فقط كتبت الكود وانتهيت معناه انت خلاص ريدي لا في كمان البروسيس لازم تمر بيها لازم تستصحب حتى اثناء الديزاين حتى احنا احيانا ريكومند انه بيفور يو ستارت ديبلوينج يور ويب سيرفر او ديفلوبينج ذا ويب سيرفر جست يو نو اسمع المعلومات من بتاع سكيورتي لانه هيديك معلومات عشان ما تعدل الديزاين اكثر من مره فمهم جدا وجود الكومبوننتس دي كلها اثناء الويب ديفلوبمنت فشكرا للمعلومه بتاعتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اول حاجه بشكرك على الجنرال فيلم ده وعندي سؤالين. اتفضل. انا طالب لو بدي اعمل موبايل ابلكيشن يعني انا مضطر اني استخدم اكسترنال فاير. يا طيب. اي. عايز اجيب كده ما هينزل لي يعني بس. اي. دقيقة بس قبل ما تمشي الانكريبشن قصدك على مستوى الويب نفسه ولا الانكريبشن على مستوى شو؟ على مستوى الويب مستوى الويب طيب بس اجاوب احسن اجاوب باشمهندس بالنسبه للتصميم الاول بتاع الويب ديفلوبمنت فعلا احنا بيعانوا مننا كتير حتى احيانا كتير الديفلوبر بيعتبرونا زي ناس ايفل كده لأننا دايما بنوقف حياة كتيره ما في مشكله ان انت تجيب من بره زي ما انا قلت بس نحاول نقلل لانه مرات حتى احنا في السكيورتي برضه بنراعي البرفورمانس دي مشكلتنا البرفورمانس وزي ما انت عارف الانترنت كونكتيفيتي في السودان ما بتساعد شديد فانت ممكن تكون عايز تخلي كل الكود يمشي يجيب حاجه من بره حاول تخلي الكود بس يعني الحاجه اللي انت فعلا اي شيء يعني كان السؤال حقتنا او ريكومنديشن انه اي حاجه انت تقدر فعلا تنفذها بالكود يعني في الاخر هو سي اس اس فايل صح؟ فانت ممكن يبرينج سي اس اس فايل كوبي سي اس اس فايل وخليه في الدايركتري حقك واشر بس من الكود للحته اللي هي موجوده. في حاجه ثانيه ما حتقدر مثلا تكون عايز تمشي مثلا للجوجل ماب ما حقول لك امشي جيب جوجل ماب مثلا فحتضطر مثلا تو انسيرت في الحاجه دي جوجل ماب از اكسبتد ما عندنا مشكله في الحته دي. احنا بنحاول بقدر الامكان بس نخلي ناس تقلل من الموضوع ده يعني حاول تقلل عشان البرفورمانس دي الحاجه الاولى. والحاجة الثانية فعلا انه بنحس ان انت بتمشي من يعني السيرفر بيضطر يمشي يلاحظ كمية الروتين وكمية الهبس اللي بيمر بيها عشان فقط يمشي يجيب سي اس اس فايل او جافا سكريبت او غيره. فالريكومنديشن انه ما انه لا يعني ما تجيب حاجة من بره، لا جيب لكن في حدود الحاجة اللي بتكون شنو نصل لحل وسط يعني السكيورتي والديفلوبر يوصلوا لحل وسط في الحتة دي. ودي بتأكد النقطة بتاعت الباشمهندس اللي بيقول لك انه لازم يشتغلوا سوا. البارت الثاني معايا الانكريبشنز في كم انكريبشن انا لو قلت افهم سؤال صح بتتكلم على انكريبتد يو ار ال مثلا والحاجات زي دي ولا لو انت بتتكلم على الجزئيه دي دايما بتكون متروكه لان لو هو هيستخدم حاجه هي اوريدي ميد او حاجه هيستخدمها فهو في مشكله انت ممكن تستخدم اي شيء بس يحصل له اثناء عمليه الاسسمنت بظهر يعني انت لو عملت اي عمليه انكريبشن او استخدمت كيز معينه او الجوريز معينه اثناء الاسسمنت هيظهر انه هل حاجه دي هي ليك ولا لا فهتظهر اثناء الاسسمنت بروسيس. دائما الموسيقى اللي قد بدعها المهمه
السكيورتي سيرفيس اللي ممكن يجيب لنا الاتاك لاي كور الجزء بتاعنا يعني حبه كده ليتل بيت يعني كل اللي شغال في كل البوليسي بالنسبه للتا السكيورتي ان نيجي يعني قاعدين في اسطوانه المهم الحياه كلها بتكون شوكه ما بيكون سيت اب بالنسبه للكور سيرفر. طيب كلامك صح بايدك في الحته بتاعت البوليسي لو لاحظت في اغلب الحاجات اللي بنقولها هنا هي بوليسي يعني مثلا لما نقول ان الروت يكون فقط مع شخص واحد وهو السيستم ادمنستريتور دي بوليسي لما نقول انه مدخل له مثلا الويب سيرفر يكون موجود في اللوكال نت دي بوليسي ففعلا هي في مشكله بتاعت البوليسي الموجوده احيانا في مؤسسات بتعمل ديبلوي للاون بوليسي يعني بتخد براها بتشوف المناسب لطبيعة الشغل الموجود فيها لطبيعة البروسيس الموجودة في الشبكة مثلا وبناء عليها بتخد بوليسي في حتة البوليسي ممكن نمشي ديبر أكتر لكن في الحتة دي هنتكلم لأنه الـ ISO 27001 هي أصلا معمولة باعتبار إن هي ستاندرد بوليسي بتعنى بالبارت دي بتاع السكيورتي يعني هتلاقي أغلب الحاجات اللي بتتقال أو الجايد لاينز دي كلها موجودة في الستاندرد بس انه تطبيق الاستاندر في السودان زي ما قلت بطبيعه البشر والطبيعه الموجوده في المؤسسات عموما بيكون صعب جدا تطبق الاستاندر كله فبنحاول هذا بالامكان نقول انه المفروض على مستوى الشبكه النتورك ادمنستريتور او الاي تي ديبارتمنت او الزول المسؤول لازم يكون عنده بوليسي والبوليسي تكون تطبق على كل الناس صعب ان تطبقها لكن في الحته دي في ليه سؤال انه هل في فعلا في ستاندرد لو انا فهمتك صح انه هل فعلا في ستاندرد في ما يلي الجزئيه بتاعت السكيورتي ايوه في ISO 27001 هي كان أصلاً بالبارت سكيورتي فلو الناس قلت عنها وعملت حاول تأبلاي هتلاقي نفسك باي ديفولت انت بتحمي نفسك من مستوى الشبكة والبوليسيز حتى عندنا ستاندرد بوليسيز موجودة في مجال البوليسي برضو لو انت مثلاً حاسة عايز بوليسي سريعة تقدر تشتغل لأنه عشان تطبق الستاندرد دي حاجة صعبة شديد مش صعبة لكن في يعني احنا لاحظناها قبل كده حاولنا في كم مؤسسة وشفنا انه من الصعوبة جدا ان هي بتكون عايزة من الكوميتمنت بتاع الإدارة الرياضية يعني انت المفروض عايز كوميتمنت من المانجر ان يعني انت تو ابلاي الستاندرد اللي المفروض اي شخص يطبق الستاندرد فلازم يكون في كوميتمنت احيانا الكوميتمنت ده في السودان بصراحة ما بيكون فيه مرات كتير احنا بنلجأ ندي الناس بوليسي كيف يعني مثلا في كمية من الانستيتيوت مثلا زي سانس مثلا سانس هي انستيتيوت ضخمة جدا بتوفر كمية من البوليسي فور فري يعني مثلا بتلاقي انه لما تخش مقر بتلاقي كاتبة كمية من البوليسي الموجودة بتاعت البيست براكتسز فانت ممكن تداونلود البوليسي دي وتموديفاي البوليسي على حسب انت شايف مثلا حاليا مثلا انت عايز تسيت باسورد بوليسي مثلا فممكن تعمل باسورد بوليسي بس في الاول من غير ما تستنى الستاندرد وبعد كده جرادولي ممكن كل ما تطبق بوليسي جرادولي هتلاقي نفسك ان انت حميت كومبوننت كتيرة موجودة في الشبكة ايوه الشخص نفسه ولا في شخص ممكن يكون موجود وما فيش
فهمتك. طيب هو بتختلف، انا معاك في الحته دي ان وجود الحته بتاع السكيورتي في السكيورتي هوست بالذات، والدليل على كده انه انت ممكن تو اكسبت الريسك وان انت تهوست الويب سايت بتاعك خارج السودان مثلا. يعني انت ممكن تاخد هسه الويب، اي زول هسه حاليا بيقدر ان هو يكون في اي كلاود بره ياجر كلاود ياخدها. ففي النهايه ستيل انت اكسبت الريسك ان انت الشبكه بتاعتك اون باي ناس ثانيين انت ما عارف ان هم منهم. لكن انا هاخد السيناريو مثلا بتاع انه الداخل، يعني هاخد السيناريو في انه الهوستنج كان داخل السودان او داخل المؤسسه بتاعتك، وطبعا ده البيست وان. فبالتالي انت بتكون حققت حاجه على الاقل، ما يلس فيزيكال سكيورتي وكده هتقدر تتحكم فيه لانه حاليا اصبح عندك. بالتالي زي ما قال الباشمهندس في الحته دي هتقدر تتحكم فيه بالبوليسي، بالاضافه لانه الريسبونسبيلتيز بين الاتيام مهمه، دي الحاجه قلناها وبنقع فيها كتير. وزي ما قلنا الكومن ميستيكس، ناس بتقول لك لا احنا عملنا الويب سايت يلا خلاص حطوا لنا الفاير وول وضن. الاتاكس ما بتجي دائما باستخدام، معلش احنا بنقول الفاير وول او الزول المسؤول من الفاير وول غلطان 200، لو هو من الاول كان عامل رون بوليسز، يعني مثلا فاتح اني فور اكزامبل، يعني هو فتح اني بورت، فبالتالي ممكن الاتاك فعلا يجينا عن طريق بورت مختلفه او غيره. لكن فعليا اللي بيحصل ما كده، مرات كتير جدا الادمنستريتور او النتورك ادمنستريتور او الفورور ادمنستريتور بيكون فعلا عمل عليه، يعني هو فتح البورت المعني ان انت طلبت انه يفتحه. الاتاكس اللي بتجي بعد كده دي ما يلي، بنقول انه في جزء منها لازم يكون في الديزاين. الحاجه اللي بتكون في الديزاين دي صعب حيتوفر لك، ممكن الاي بي اس والاي دي اس وغيره تخفف كتير، يعني في حاجات بنقدر احيانا مرات كثيره لو الديزاين ما حلها بنحاول احنا نحلها ثاني على مستوى السيرفر نفسه، مثلا بالويب ابلكيشن فاير وول، يعني بننزل ويب ابلكيشن فاير وول وبتكون في موديفيكيشن للرولز وكده عشان نحاول نغطي على حاجه في الديزاين. بس في حياة مرات من الصعوبة جدا نقدر نعمل لها كنترول. فعشان كده قلنا الريسبونسبيلتي بتاعت الاتيام دي مهمة شديد. يعني صراحة أنا ما أعرف هتكون كيف فيما يلي المجتمع، لأنه أي مؤسسة برا، لكن إحنا بنقول السبسيدي لو هم كم تيم والتيم دول موجودين، يعني إحنا دايما بنقترح إنه البروجيكت دايما يكون فيه بروجيكت مانجر. البروجيكت مانجر المفروض يكون عارف إنه في التيم في الديفلوبرز وفي السكيورتي وفي النتورك. التلاتة لازم يكون عنده تلاتة ممبرز من الديبارتمنت دي. ويكون هو الكنترول للعمليه بتاعت الهوستنج. بعد كده اي زول دخل تاسكس حقته لازم البروسيس بتاعت السكيورتي اسسمنت تكون مستمره، لازم لانه النتورك عنده ريكوايرمنت والسكيورتي عنده ريكوايرمنت والديفلوبمنت عنده ريكوايرمنت، فلازم يكون في سم ون اكونتبل يقدر ان هو تو يعني يعمل البالانسنج ده بين الثلاثه اتيام دي، عشان يقدر تو سم اكستنت يطلع بسيستم ويقول انه السيستم ده سكيور لحد معين. فأقترح يعني دائما لما يكون في ديفلوبر، الديفلوبر دائما يرجع للسكيورتي ديم، او يكون في المؤسسه الزول المسؤول هو شخص ما له دعوه بالثلاثه، هو شخص في النص بيفهم الثلاثه او سم اكستنت قادر يعرف الريسبونسبيلتيز حقت الثلاثه اتيام هي شنو. بعد كده يحط البلان حقته على الاساس انه اي شخص يقدر يعمل تاسكاته من غير ما يحصل الاوفر لابين ده، او ما في زول ياثر على الثاني. اتوقع دي هتكون البيست براكتس عشان تقدر تطلع بويب سيرفر يكون سكيور. Thank you.
طب شكرا جزيلا.